بحالي بحالكم، شنو واقع؟ شفتوا شي حاجه؟ ما كنسمع غوات بوزو بحكي غوات طاليس لا تجي. تذكرت كاين الكافي تياتر ديال طاليس اليوم، شفنا الفيديو اللي سجل و شبه افتتاح الكافي تياتر ديالو اللي جينا باش نباركوا ليه ليها رائع. يا ريت الشباب ديالنا الفكاهيين ولا الدراميين ولا هذا يفكروا يديروا دي كافي تياتر، كافي دراما، كافي غير يكونوا بحال هكا. ها شي هما الحباب كلشي تجمعوا، فنانه وصحفيين واعلاميين، يعني كاين شي واحد يكره بحال هكا، وكانت كتجذبوا الحديث وتنضحكوا في هذا الشهر المبارك. يا ريت الانسان يفكر، ما يبقاش يسمع الخوى الخاوي ويفكر القدام. كيف قال عندك حلم تحققه راك توصل، وسيفغي عنده كلمه زوينه قالها، الا حلمتي بشي حاجه اقسم لك يمينا لانها بالتجربه يعني تتحقق، ولكن تكون في الطريق المستقيم، الطريق الصحيح. احساس رائع، لان ملي كيكونوا وليدات شباب كتشوف فيهم الفن، الروح الفنيه، وتيحترموك وتيقدروك وتيقدروا الفن المغربي، بطبيعه الحال شرف لي انني نكون معاهم. يعني تنقول لهم الله يكمل عليهم بالخير وتبارك الله عليهم. انا بالنسبه لي الادوار كلهم اللي لعبت محسوبين على رؤوس الاصابع، كلهم الادوار ديولي اولادي، منبع مني، فهمتي؟ المستضعف ولعبت الام، ديك الام الضعيفه ولكن قويه في حد ذاتها، لان تتحافظ على شرفها وعلى شرف لاله منانه، ديك الام الصارمه اللي كتحافظ على بناتها، رضات الوالده اللي كتحافظ على ولدها وبنتها، لان غير هي كيكون الاختلاف في نوعيه المراه، كتلعب مراه مغربيه ولكن كنلعب امهات كثار، كنلعب الام اللي لباس عليها، الام اللي ارمله، الام اللي فقيره، ولكن الام المغربيه اصيله كنعطيها حقها بمعنى الكلمه. تنعطي الام المغربيه النضال، يعني رغم انه هو واجب ان ديك الام الى ولدات وليداتها خصها تقوم بهم، مي انا كنقول النضال بالنسبه في هذا الوقت، ان هذيك المراه تكبر ولادها بواحد الحب وواحد التربيه صالحه، راه ماشي سهله، هي اللي كيفتقدوها شبابنا، الشباب ديال دابا، وكيفتقدوها المغاربه كاملين. علاش حبوا لاله منى؟ علاش حبوا رضات الوالده؟ لانهم كتشوف الوليدات مفتقدين ذاك الترابي الاصيله، الترابي ديالنا، يعني الوالدين كيفاش كانوا، ما كيهمش تكون اميه ولا جاهله، ولكن كيفاش كتناضل من اجل ولادها. انا هذا هو الهدف ديالي، الهدف السامي ديالي، انني هذيك الام المغربيه نعطيها حقها. راه فوالا ها هي الام المغربيه شنو كدير، راه سي فغي، راه خص راه شي حاجه كبيره عند المغاربه ككل ام، كبيرة عند الله سبحانه وتعالى، لأن الأم شي حاجة، لأن فيها رضا الوالدة، لأن فيها رضا اللي محتاج لي أنت، محتاج لي هذاك، محتاج لي أنا، محتاج لي، رغم أنني أنا برضا الوالدين باش مشيت، سي فغي كان مجهود ديالي الخدمة، ولكن برضا الوالدين وبتوجيهات الوالدين أنني شديت الطريق الصحيح. هذا هو اللي خديته أنا كنعطيه للناس في هذيك الأم. هذيك الام اللي واخا كتكون اختلاف كيف قلت قويه ولا ضعيفه ولا هذا، ولكن كاين الضعف اللي كتعطي فيه القوه ديال المراه المغربيه، وكاين القوه اللي كتعطيها وكتبان قبيحه، وهي راه ماشي قبيحه، غير الخوف ديال الام على ولادها. يعني انا هذا هو اللي انا الهدف ديالي، هو انني نوصل هذيك المراه المغربيه قيمتها وهدفها ومستواها في هذه البلاد. لا ما سمعتهاش، وهي الى ترجم وداز في قناه اخرى، شرف لينا، لان حنا كيف كيقولوا اعمالنا حق المغربيه ما تيفهموش لهجتنا، ما تيفهموش هذا، حنا حيت حنا ما كنوصلوش لاعمالنا. بالعكس، ها هي الاغنيه المغربيه وصلات، علاش كتهضر كنضرب الدارجه، علاش وصلات؟ حيت كاين اعلام، كاين بالتواصل معاهم. حتى اعمالنا علاش؟ حنا كنشوفوا اعمال اللي تافهه ديال وما كنفهموش حتى
اللهجه ديالهم وكنتهرجوا فيها. علاش؟ حيت حنا مغاربه زعما واعيين زعما شنو؟ لا، احنا ما تنوصلوش. شرف لينا ان اعمالنا يوصلوا، وكاينين اعمال اللي وصلوا سي فغي وصلوا، كاين اللي تمشوا والناس عجبوهم. انا بالنسبه لبنات لاله من انا جزائريه تونسيه ما تنعرفهمش، اتصال بالتليفون قلبوا عليه وكيقول لي زعما كيشكروني بمعنى الكلمه، كيقول لك هذه هي الام ولا فلا. علاش لا؟ علاش؟ كنقول لهم شكرا، عشر مباركه مسعوده وعيد مبارك سعيد ان شاء الله، يدخل علينا بالصحه والعافيه والاستمراريه، ونتمنى لكم كل التوفيق.